صور المعالم التاريخية في تلمسان هي أهم ما تحتفظ به ذاكرة السائح من هذه المدينة العريقة، لكن المنطقة معروفة أيضا بمناظرها الريفية التي يمكن أن تمسي جنة سياحية بديعة للمهتمين بقضاء بعض الوقت في أحضان الطبيعة. مثلا الزيت، الزيتون بأنواعه، بزيته وأنواع ومشتقاته، مثلا الثين بمشتقاتها، الخروب بمشتقاته، الهندية بمشتقاتها، فيها كي تكون المبادرة تكون إنتاج، يكون الحليب، الزبدة، العسل، مكاين منطقة هذه غنية. يضم الريف التلمساني عديد القرى الجبلية المأهولة وأخرى هجرها أصحابها تحت ظروف شتى. مشروع طريق الزيتون الذي يمر عبر 14 بلدية بطول 160 كيلومتر يسعى لتحريك عجلة التنمية في المنطقة بجلب السياح إليها. الهدف من المشروع، مشروع طريق الزيتون، هو النهوض بهذه المناطق، هو إشراك كل الفاعلين، وذلك بإدخال الصناعة التقليدية في هذا المسار وإشراك المرأة الريفية، كذلك تثمين المنتجات الفلاحية وتسهيل تسويق هذه المنتجات في المكان بحد ذاته، تشجيع الإقامة لدى الساكن. إضافة من هذا المنطلق إن شاء الله راح نعود إن شاء الله ندير الانطلاق لبحث السياحة بصفة عامة والسياحة الريفية بصفة خاصة. شرف الدين شاب من منطقة بنسلوس يعمل على إعادة ترميم منزل قديم لجعله إقامة سياحية. بيت قديم عمره يفوت 100 سنة. الهدف منها أننا نخدم الناس هنا، والناس اللي تجي تتعرف على الأكل، على أوسي على المنطقة هنا، نديرو دي روندوني، نديرو كاين بليزيور أكتيفيتي نديروهم. الواحد كيجي عندنا هنايا يجي ياكل ماكلة تقليدية، يشوف هنا يعيش، يعني يعيش اللحظة اللي كان عايشينها الناس بكل. وغير بعيد عن بنسموس تستقبل شريفة ضيوفها في هذا المنزل الريفي الهادئ. السائح كيجي هنا لعندي المنزل، غداه وفطوره وعشاه كلشي عندي مجنة، يقدر يقطفها ويطيبها حتى باش ياكلها، كلشي طبيعي، احنا ما نستعملوش الأدوية الكيميائية. السياحة الريفية صديقة للبيئة وحافز لسكان الريف من أجل الاستقرار وإدارة أعمال بسيطة سترجع بالفائدة التنموية على الواقع المحلي.